من حقك ما تقبلنيش، من حقك انك تقول هذاك ما عجبنيش ما بغيتش رايح معاه، مي ما من حقكش تمس لي الحريه ديالي. سميتي نور الدين عباس الذكي، تزاديت في فقيد صالح، ومن بعد انفو تزاديت مشينا لولاد يوسف. وما صغري واحد الانسان يا صغير كيعجبو الحيوانات، كل مره كندور مع الحمير والكلاب. المهم هادشي كان كيعجبني انا كدري صغير. دابا انا الوالد ديالي كوميسار، والوالده ديالتي واحد الانسان اللي نقدر نقول لك ما قارياش، كانت كتشوفني انه داك ولدها اللي خرج عروبي ومن حقها، حيت بصح كنت عروبي، كنفتخر بالعروبيه وكنفتخر براسي عروبي. دونك هادشي خلاني انا كنت كنحس شويه مختلف عليهم، كنت كنشوف التعامل ديالهم ما كيتعاملوش معايا كيف انا كنتسنى كأنا واحد الدري صغير. يقدر هادشي يكون دار لي واحد البليسيور، واحد الدري ما سمعش نور الدين تزوين، الوالده كتحس بها كانت كتبعدك، تقدر ما توصل انها ما تاكلش معاك. تحيه ليك الوالده، كنموت عليك. دونك هنا رجعنا لفقيد بن صالح في الكوليج، واحد الانسان ما قراش فرونسي، صعيب نتانتغرا مع الناس، بغيت نبين واحد الشخصيه ضد فيهم، وليت كنتصادع بزاف، وليت ديما ضد. ما يمكن طايفت واحد المره مع واحد الانسبكتور، كنت طيحت له جوج سنات نفس صداع كبير وداك الشيء. المهم الوالد سمعته فاش دار الرابور قال له دير الحبس، انا هنا غنفكر. قلت اجي نهرب، مشيت هربت الجديده، مع العلم انني كبرت في واحد لونطوغاج اللي كنت كنشوف ولاد الدرب ان كيبغيو ينساو واحد المشكل كيضربوا يديهم. اوطون كو دري صغير و سيتي اني غو جونيس، كنت باقي نعقل هنا كنت كنرسم. فاش بغيت نشوف الضربات بكثره ما شفتهم تخلعت، عاد حسيت بالالم، وليت ما كنشوفش راسي، خصني نرجع لدارنا حيت انا واحد الانسان مظلوم. من بعد كتقول راه هذه ماشي هي الحياه، زعما راه غتالي غادي نبقى داير هكا. اوغوزمون ما عرفتش واش كلشي مؤهل انه يفكر هكا. من بعد حل حسيت براسي راه هذه ماشي الحياه ديالي، مسكليت لو كور ديالي. دابا اجي المسكلي دماغي، بديت كنقرا كتوبه وبديت باغي نولي ضد عائلتي. كنت كنبان لهم انا العروبي، دونك اجي نولي انا نور الدين كيهضر فرونسي. كان كيخصني نبدا نتصالح مع هذاك الشيء، حيت انا شخصيتي درتها ميبي ضد والديا. من بعد لقيت راسي ربحت لغه، فهمتي، تعلمت شي حاجه زوينه ونفعتني وخدمت بها، وليت انسان واعي بلي ديفو ديالي والتناقضات ديالي مي غير مستوعبهم. قلت علاش ما نديرش هادشي كيعجبني، نديرو خدمتي. دونك بديت مادام عندي واحد ستاتيو اللي هو شامبيون ماروك في الماس فيزيك، وانني ولا عندي الوعي المسكلي التدماغي، اجي ندير فورماسيون ديال الكوتشين ديفلوبمون بيرسونيل. مشيت درت فورماسيون وكنت غنقول لك باغمي لي ميور، حيت هادشي كيعجبني ونقد نعطي فيه. دونك درتها خدمه. من بعد دجا فاش ديت شامبيون ماروك كنت لاقيت مع صاحبي عبد الاله وتحيه ليه، عاوني باش وليت كنبان في لي ريزو سوسيو، بديت كنبان في السوشيال ميديا وداك الشيء. لاحظت ان كيقدوا يجيوني دي كومونتير خايبين، داير تطواج حرام. مني الله سبحانه وتعالى، من حقك ما تقبلنيش، من حقك انك تقول هذاك ما عجبنيش ما بغيتش رايح معاه، مي ما من حقكش تمس لي الحريه ديالي. انا هذه كتجيني مهمه على الناس اللي كيشوفوا الضربه ويحكموا على هذا الشيء، كنتفهمهم حيت كيف قلت لك قبيله عندهم واحد سيستم سيكوريتي، مي خاص ماشي ديما نربطوا ان واحد ضرب ايدو راه كان كيتقرقب. دير خذ الحذر حيت الحذر مزيان. انا الا كنت اليوم نخرج غير بميساج ان بداو تقبلوا الاخر، بداو تقبلوا ان الفكر مختلف عليا، خليو عندكم مبادئ وقيم راهو مكتوبه، عمروا الراس. بدات تسمع بزاف الافكار، نسمع لهذا اتين، نسمع لهذا كيدير هادي، نسمع من هذا. وياك انت واعي بافكارك وعندك قرار ديالك، انت غاتعرف الطريق اللي مزيانه، وما تندموش على داك الشيء اللي مدوزين. انا كنشوف ان ما خصناش ندمو، حيت خصنا نتصالحوا مع الماضي ديالنا. كل ما كانش الماضي ما نكونوش اليوم، والفيوتشر نفكروا ليه ونعيشوا لو مومون بريزون. وشكرا.